الحوار المباشر. جرأة في الحق، صدق في العرض، محبة في الحوار، واحترام للرأي الآخر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الحوار المباشر. نحن معكم في حلقات جديدة لهذا الشهر، نتابع من خلالها الحديث عن السيرة العطرة المطهرة لحياة سيدنا ميرزا غلام أحمد عليه السلام، المسيح الموعود والمهدي المعهود، مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية. لقد ذكرنا في حلقات الشهر الماضي أن حضرته عليه السلام قد أعلن في كتابه فتح الإسلام سنة 1891 عن دعواه بأن الله سبحانه وتعالى قد أنبأه بأن سيدنا عيسى عليه السلام قد توفي وفاة طبيعية عادية كسائر الناس والبشر كباقي الأنبياء، وأن عقيدة عامة المسلمين التي تقول بحياته في السماء ورجوعه مرة أخرى ما هي إلا عقيدة باطلة لا أصل لها في الإسلام العظيم. كما وأعلن حضرته عليه السلام بأنه هو بنفسه المسيح الموعود الذي أنبأ بنزوله سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون مسيح هذه الأمة ومهديها في آخر الزمان. وما أن أعلن حضرته عليه السلام هذا الإعلان حتى ثارت ثائرة المشايخ ضده، حيث تحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما المولوي محمد حسين البطالوي الذي لم يدخر وسعا في معارضة حضرته عليه السلام وخنق دعواه، لدرجة أنه قد سعى إلى تكفير المسيح الموعود عليه السلام باستصدار فتاوى التكفير التي جمعها من العديد من علماء الهند ومشايخها. كما حاكى المؤامرات لقتله عليه السلام. نعم، إنها الحكمة الإلهية التي لعبت دورها في هذه الأحداث، إذ لم يكن كل هذا عبثا، بل أراد الله سبحانه وتعالى أن تتحقق نبوءات صلحاء الأمة الذين قالوا: وإذا خرج هذا الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة. انتبهوا مشاهدينا الأكارم، هذا نبأ لأحد أولياء الأمة، حيث قال: إذا خرج هذا الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة. ولتتحقق به عليه السلام سيرة كافة الأنبياء الذين لاقوا المعارضة الشديدة من أقوامهم،
إذ لم يخلو نبي إلا وجوبها بمثل هذه المقاومة الشرسة من قومه وممن حوله، إلا أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد بدأ حضرته عليه السلام، نعم بدأ حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام الإمام المهدي والمسيح الموعود مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية بجولات وأسفار في مختلف المدن الهندية من أجل تبليغ رسالته ودعواه، وكانت أولى محطاته مدينة لوديانا التي كانت من أهم المدن والمراكز الثقافية والدينية والتجارية، وكذلك كانت مركز لنشر المسيحية في البنجاب. وهناك قام حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام بنشر ثلاثة إعلانات مهمة، كان أولها في 26 مارس 1891، حيث وجه حضرة ميرزا غلام عليه السلام إلى مشايخ الهند المعارضين له بأن يناظروه في أمر دعواه، مناظرة خطية كي يستبين الحق ويظهر للجميع. فجاء هذا الإعلان ما يلي، لقد جاء في هذا الإعلان ما يلي: لقد رأيت من الأقرب إلى الحكمة أن أنشر هذا الإعلان لوجه الله تعالى فقط مقابل جميع المشايخ الذين يعارضوننا في الرأي، بأنه إذا كان عندهم عذر شرعي لعدم قبول إعلانات المذكورة أعلى، أو كانوا يظنون أن إعلاناتي تعارض ما قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فليعقدوا جلسة عامة ويناظروني فيها خطيا في الأمور المذكورة آنفا، لكي يظهر الحق في الجلسة العامة وألا تحدث فتنة، لأن الكلام الشفهي فقط يضم في طياته أنواع المفاسد. لذا من المناسب أن ينتخب من قبل الفريق الثاني للمبارزة المشايخ الذين يحتلون من بينهم أعلى مرتبة من حيث الكمالات العلمية، ثم يدعمهم الفريق الثاني بمعلوماتهم ليقدم وكيلهم هذا أدلته أمامي خطيا. ويبدو من الأنسب أن يقدم الأدلة كلها بالإيجاز في بيانه الأول مراعاة للوقت. وسأرد أنا، أي المسيح الموعود عليه السلام، حضرة ميرزا غلام أحمد الإمام المهدي مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية يقول: وسأرد أنا أيضا في بيان واحد، وسيقرأ كلا المقالين المبنيين على الأسئلة والأجوبة على الحضور، وينشران في الجرائد أيضا، وبذلك سوف يتبين الحق من الباطل بمنتهى الجلاء، وسيجد كل حاضر وغائب فرصة لفهم الحق وإبداء الرأي بالتأمل والتدبر. وليكن واضحا أيضا أن هذا الإعلان موجه بوجه عام إلى جميع المشايخ الذين يخالفونني الرأي، وموجه بوجه خاص إلى زعمائهم، أي الشيخ أبي سعيد محمد حسين البطالوي، والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي، والشيخ عبد الجبار الغزنوي، والشيخ عبد الرحمن اللكهوكي، والشيخ عبيد الله بنتي، والشيخ عبد العزيز اللديانوي مع إخوته، والشيخ غلام دستغير القصوري. وقد تلا هذا الإعلان إعلان آخر وجهه حضرته إلى القساوسة في 20 مايو 1891،
نشر سيدنا حضرة ميرزا غلام أحمد المسيح الموعود والمهدي المسعود عليه السلام إعلانا مقابل النصارى أن الله تعالى قد كشف عليه أن المسيح ابن مريم عليه السلام قد توفي وفاة عادية كسائر الناس والبشر، وأن عنده إثباتات كثيرة ليس في وسع أي منصف إنكارها. في هذا الإعلان دعا القساوسة إلى الحوار معه، إلا أن أحدا منهم لم يجرؤ على هذا النزال، لم يجرؤ أحد أن يناظر حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام. إذن لم يتقدم أحد من القساوسة إلى هذا النزال، فهل تقدم أحد من المشايخ لمناظرة حضرته عليه السلام؟ من تقدم من المشايخ ومن تقاعس ومن اعتذر بأدب عن هذا النزال؟ كيف أثرت هذه الأجواء من الدعوات المتتالية للمناظرة على طلاب الحق؟ ما هي أهم المناظرات التي حدثت وماذا كانت نتائجها؟ ما هي أهم النقاط التي أثيرت في هذه المناظرات؟ وما هي المعارف الروحانية والدينية التي زودتنا بها؟ ما هي أهم الكتب التي كتبها حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام الإمام المهدي والمسيح الموعود تأييدا لدعواه في تلك الفترة؟ هل كان المسيح الموعود عليه السلام مبادرا إلى عقد المناظرات أم كان يتهرب منها مثل ما يتهمه الأعداء؟ هذه الأسئلة بالإضافة إلى أسئلة هامة أخرى ونقاط وحوادث هامة سنقوم بعرضها والإجابة عليها بعون الله تعالى من خلال حلقة اليوم واليومين القادمين من حلقات هذا الشهر. يسعدني أن أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم والحديث حديث الإخوة الذين بايعوا عن أثر البيعة في نفوسهم، في سلوكهم، في روحانياتهم، كيف تغيروا، كيف تبدلوا بعد البيعة. فبانتظار مشاركة جميع الإخوة الأحمديين المبايعين في كل مكان رجالا ونساء، لعل أحدا يهتدي من خلال قصتك أو قصتك أختي الفاضلة أخي الكريم، خير لك من حمر النعم. هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تبخلوا أن تقدموا أجمل ما عندكم حتى يستفيد الجميع. معي اليوم بالاستوديو كل من الأستاذ محمد نعيم والأستاذ فتحي عبد السلام والأستاذ الدكتور أيمن فضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وإلى السؤال، في أوائل يوليو 1891 رحل عليه السلام إلى أمرتسر كما ذكرنا في الحلقات الماضية، ثم عاد إلى لوديانا مرة أخرى. ماذا حدث خلال هذا السفر؟ وما هو الإعلان الثالث الذي أعلنه حضرة ميرزا غلام أحمد المسيح الموعود والمهدي المعهود عليه السلام مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية؟ الأستاذ فتحي عبد السلام تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله. هذا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كان قد أعلن إعلانًا إضافيًا في 23/5/1891، وفي هذا الإعلان ذكر ما سمعه عن تفاعلات المشايخ مع إعلانه السابق في 26 مارس، وقال إنه سمع أن المشايخ في لوديانا أنهم يعارضونه ولا
يعني لا يقتنعون بدعواه وبإعلانه أنه مسيح الله الموعود وأن عيسى ابن مريم عليه السلام مات، فلا يجب انتظار أحد ينزل من السماء لأن هذا النبي قد مات ولن يعود الموتى من الجنة من الأنبياء، وبالتالي فالوعد هو كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. فهو قال: وسمعت أنهم يصعدون على المنابر ويقولون إننا جاهزون للمناظرة فليناظرنا. هم كانوا يرفضون المناظرة الخطية، فيتظاهرون بقبول المناظرة، ولكن النقطة هنا هي خوفهم ورعبهم من المناظرة الموثقة التي يطلع عليها الناس والعقلاء ومعرضة لقراءة العامة، ولكنها معرضة لقراءة العلماء الكبار والعقلاء أيضا والآخرين. فهو اقترح في هذا الإعلان أنه يعني بدأ بالعالم المولوي عبد العزيز اللدهيانوي، واقترح أنه هو يعني محط أنظار الناس يبدأ به. فإذا هو كان عنده موانع ويعني ورفض ذلك، فيقول له شقيق وهو محمد المولوي محمد اللدهيانوي أو أخوه الشيخ عبد الله. إذا لم يكن قال: اذهبوا إلى الشيخ مشتاق. فإذا كان الشيخ مشتاق غير قادر أو يعارض هذا الأمر، فعندكم العالم رشيد أحمد الجنجوهي في مدينة أخرى غير اللوديانة وهي مدينة جنجوه، يمكن أن يأتوا به والفريق يشتغل. وقال إذا لم يصلح هذا، عندهم العالم يعني في واحد اسمه محمد حسن زعيم كبير في اللدهيانة وهذا يصلح، فإذا لم يكن ورفض فيمكنه أن ينيب عنه الشيخ محمد حسين البطالوي. قال إذا لم يأتوا ولم يناظروا مناظرة خطية، فعليهم إذن أن يكفوا عن السباب، أن يكفوا عن الشتيمة. يعني إما أن تناظر خطيا بطريقة حضارية، وإما أن تسكت فلا تشتم. واقترح وسيلة لهذه المناظرة، وهو أنه بيت من بيوت الوجهاء، ويأتي مسؤول أجنبي أو هندوسي مع الشرطة لكي يكون محايد، وتبدأ إلقاء الأسئلة والأجوبة بالتساوي وبالتعادل وبالميزان المتساوي من الطرفين، والأسئلة تدون والجواب يدون، ثم بعد ذلك يقرأ الجواب على الناس أو المكتوب على الناس ما تم تدوينه من الأسئلة والأجوبة على العامة وعلى الناس حتى يعرف الناس الحق. واقترح أنه يمنع التدخلات أو يعني الشغب على وأي شغب لابد أن يدان، فيقتصر الكلام على السائلين والمجيبين من الفريقين. وحدد معاد أنه من 8 إلى 10 أو يعني قبل أذان الظهر. هذا هو اقتراحه العملي. ما الذي حدث بعد ذلك؟ أنه عليه السلام دعاه البعض إلى أن يذهب إلى مدينة أمريتسر من المسلمين الأحمديين أو غير الأحمديين، طلبوا وذهب إلى أمريتسر. فكان هناك في أمريتسر الناس انقسموا قسمين، قسم مع مجموعة علماء غزنويين اللي هي من غزنة اللي هي المدينة المشهورة أو المحافظة المشهورة، ومجموعة مع عالم مولوي اسمه أحمد الله. ده عالم كان يعني إيه نقول إن هو عنده شيء من الخشية، من خشية الله والخوف من التكفير. فناس مشوا مع المتشددين وناس مع هذا المولوي. اللي حصل إنه لما مسيح الموعود راح أمريتسر، الناس اتجهوا لأحمد الله وقالوا له كفر عشان يبقى كله بيكفر، فهو رفض التكفير ولم يبدأ أي استعداد لهذا الأمر. فالمسيح الموعود أرسل له رسالة شخصية في يوم 7/7
1891 أنه يمكنك إذن أن تأتي وتناظرني مناظرة خطية. فهو لم يبدأ أي استعداد ولكنه لم يبايع، ولم يبدأ استعداد ولكنه لم يكفر أيضا. هذا العالم بعد كده مسيح موعود كان راح لوديانا وحصل أحداث ورجع مرسر تاني، فرجع قال له اكتب لي أنك عندما تقول أن الله أعطاك النبوة أنك لا تعارض ختم النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنك تقصد المحدثية. فكتب له المسيح عليه السلام، وهذا العالم أخذ هذا البيان لكي يواجه به المكفرين من العلماء، فيتضح أنه إنسان عنده إنصاف ولا يحب التكفير. بعض مريدي هذا العالم بايع وصاروا من السعداء، ومنهم المولوي محمد إسماعيل وميان نبي بخش، مولوي عناية الله، ميان جراغ الدين. هؤلاء من تلاميذ العالم أحمد الله وبايعوا وصاروا من النفوس السعيدة. الذي حدث بعد ذلك أنه يعني طبعا الدعوة كانت للعلماء عامة، ومنهم ناس من لوديانا ومنهم ناس من الخارج زي جنجوه. الآن التفاعلات التي حدثت في لوديانا، رشيد أحمد الجنجوهي اللي اسمه جه في الإعلان، المولوي رشيد أحمد الجنجوهي له تلميذ اسمه شاهدين. شاهدين قال له ما قولك إن احنا يعني إيه يعني ممكن نناظر؟ فالرد بتاع المولوي رشيد أحمد الجنجوهي أنه أنت لست أهلا لمناظرة هذا الرجل، ماطل، ولا تناظر أبدا في قضية وفاة المسيح، إنما ممكن تقول له إيه نتناقش في نزول المسيح. طيب نزول المسيح، طب ما المسلمين كلهم متفقين على نزول المسيح، ما هي الموضوع إيه؟ الموضوع أنه كل المسلمين كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم؟ فالموضوع إيه؟ أنه ابن مريم هذا ليس ابن مريم نبي بني إسرائيل. يبقى الموضوع موضوع أن نبي بني إسرائيل مات، القضية قضية موت وحياة سيدنا المسيح القديم نبي بني إسرائيل. فاللي حصل أنه شاهدين لما الناس طلبته تيجي تناظر رفض هذه المناظرة. وبعدين فيه عالم لدهيانوي اسمه مشتاق أحمد راح على جنجوه يكلم مين؟ يكلم اللي هو رشيد أحمد الجنجوهي. فمشتاق أحمد اللدهيانوي ذهب إلى جنجوه واتكلم مع رشيد أحمد. مشتاق أحمد اتكلم مع رشيد أحمد. رشيد أحمد الجنجوهي قال له لا تناظره، نفس الرد بالضبط. وفي هذه اللحظات كانت مدن لدهيانة، مدينة ديوبند، مدينة سهارنبور، مدينة جنجوه بتغلي بالتشاورات وغليان الحيرة. ماذا نصنع أمام هذا التحدي الذي يقول أناقشكم بالقرآن وأناقشكم بالحديث النبوي، ولم يبدي أي أحد استعداد للمناظرة؟ هنا الحق مسيح الله الموعود، هنا المناظرة الخطية، هنا القرآن الحديث. يعني نحن أمام معالم للأمة، لأنه هذا الأمر يتكرر الآن. العلماء الآن يكررون نفس السيناريو القديم، نفس الكلام. فإذا هذه قضية تم البت فيها ونوقشت ونوظرت، ورغم ذلك يحبون أن يعيدوا الكلام 1000 مرة. كما أن القرآن الكريم رد على جميع شبهات الأديان الأخرى، فإنهم الآن يعيدون نفس الشبهات، والقرآن يعيد نفس الرد. وقد جاء المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في كتاب البراهين الأحمدية فذكر فيه أن القرآن يرد على نفس الشبهات التي أثيرت في التاريخ ضد الأنبياء وضد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله أحسن الجزاء.
الآن. طبعا نحن بانتظار اتصالاتكم مشاهدينا الأكارم. والآن إذا لم يتقدم أحد دكتور أيمن لهذا النزال، فماذا فعل المسيح الموعود ليستحث المشايخ أكثر فأكثر على هذه المناظرة؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نستمر في هذه في مجريات الأحداث وماذا حدث بعد ذلك، لابد أن نقف هنا على هذه الإعلانات المستمرة لسيدنا أحمد عليه السلام التي كان يوجهها للمشايخ وكذلك للقساوسة من أجل المناظرة ومن أجل النقاش في موضوع دعواه بأنه هو المسيح الموعود الذي بشر الله سبحانه وتعالى بنزوله. نرى بأن هنالك إعلانات متتالية، ليست مرة وليس مرتين، للمشايخ مع ذكر أسماء المشايخ أيضا لكي يأتوا ويتقدموا ويخوضوا هذا النزال. يعني في هذه المسألة لابد أن نتوقف عندها. هذه يعني بعد أن نرى هذه الأمور يعجب المرء من المعارضين سواء في ذلك الوقت أو في هذا الوقت، الذين يتهمون حضرته عليه السلام بأنه كان يهرب ويتهرب من المناظرات ويتهرب من المباهلات وهذه الأمور. يعني مجرد الإقدام والمبادرة على مثل هذه الدعوات وعلى مثل هذه الإعلانات، هذا بحد ذاته يعني معيار لصدق سيدنا أحمد عليه السلام، لأنه لو لم يكن واثقا من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثه لما كان بادر إلى مثل هذه المبادرات بهذا الإصرار وبهذا التكرار مرة تلو الأخرى. فهذه بحد ذاتها علامة على صدقه وعلى وثوقه بربه الذي بعثه وأرسله مسيحا موعودا ومهديا معهودا لهذه الأمة، وأنه لا يخاف لومة لائم في هذه القضية، فيوجه النداء مرة تلو الأخرى للآخرين، للمشايخ، لزعماء الأديان، لكي يناظروه. وماذا؟ مناظرات خطية، ليست مجرد كلام على الهواء ليذهب أدراج الرياح، مناظرات خطية ليطلع عليها العالم بعد 100 و200 و300 سنة، بحيث لا تكون هنالك حجة لأي معترض لا في ذلك الوقت ولا بعد ذلك. فهذه أمور لابد من التنويه لها والوقوف عندها. الآن بعد هذه المحاولات من دعوة المشايخ المتتالية لكي يأتوا ويناظروه، ورأينا مثل ما تفضل الأستاذ فتحي وقال بأن هؤلاء المشايخ لم يقدموا على مثل هذا النزال رغم هذه الدعوات، فماذا كان لسيدنا أحمد عليه السلام أن يفعل؟ كان هنالك الصحابي الجليل بير سراج الحق النعماني الذي كان بصحبته في ذلك السفر، اقترح على حضرته أن يدعو المولوي رشيد أحمد الجنجوهي الذي كان هو قريبا له صلة قرابة مع الصحابي بير سراج الحق النعماني. فاقترح على سيدنا أحمد عليه السلام أن يدعو هذا المولوي لأنه أيضا هو مولوي معروف وله مكانته. فوافق سيدنا أحمد عليه السلام على هذا الاقتراح، ووجه لرشيد أحمد الجنجوهي هذا المولوي أن يأتي ويتقدم لهذه المناظرة الخطية. في ماذا؟ في المحور الرئيسي والأساسي والذي هو موت وحياة سيدنا عيسى عليه السلام. فهذا المولوي رشيد رضا الجنجوهي، رشيد أحمد الجنجوهي عفوا، لم يوافق على هذه المناظرة، بل اعترض أولا أنه لا يريد مناظرة خطية، واعترض على المحور. هو يقول أنني لا أريد أن أناظر في مسألة وفاة وحياة سيدنا عيسى عليه السلام، لأن هذا وفق زعمه هذا من الفروع من الفرعيات، ليس محورا أساسيا، بل المحور الأساسي بالنسبة له هو فقط نزول المسيح، وفي هذا الموضوع هو يريد أن يتحدث. فكان هذا رده. فأرسل سيدنا أحمد عليه السلام يوضح له الأمر ويقول له: يا أيها المولوي ويا أيها المولويون، أنا دعواي أنني أنا المسيح الموعود الذي بشر بمجيئه، وأنا أبني هذه الدعوة على أن سيدنا عيسى عليه السلام الذي أنتم تؤمنون به بأنه هو الذي سوف يرجع، قد مات ولن يعود مرة أخرى، وليس حيا في السماء مثلما تدعون.
فإذا نقضتم هذا الأساس تنتقد دعواي بهذه الصورة، تستطيعون نقض دعواي. إذن هذا هو المحور الأساسي. كيف تقولون بأن نزول المسيح هو المحور الأساسي؟ أنا شخصيا أؤمن معكم بنزول المسيح، لولا أنني أؤمن بنزول المسيح لما ادعيت أنني المسيح بنفسه. فلأجل ذلك وضح له وقال له بأن المحور الأساسي هو وفاة المسيح وحياته، وفاة المسيح الناصري عيسى عليه السلام. فرد هذا رشيد أحمد الجنجوهي يقول بأنني لست مستعدا لمثل هذه المناظرة الخطية. فماذا حدث بعد ذلك؟ يائس البير سراج الحق النعماني من الطلب من هذا المولوي أن يتقدم للمناظرة، فاقترح على سيدنا أحمد عليه السلام أن يقترحوا على مولويين آخرين من الصوفيين، وهما ميان الله بخش التونسوي من مدينة تونس السنكهري، وكذلك المولوي شاه نظام الدين البريلوي. ويعني وافق سيدنا أحمد على هذا الاقتراح، وقال في طلب خطي لهما: أنا جاهز للخوض في مواجهة روحانية وباطنية وعلمية، يعني ليس فقط نقاش وإنما في الدعاء وإراءة الأمور الروحانية، وأن كل ما كتبه الصاحب زادة يعني بير سراج الحق النعماني هو صواب، وإنني أنا المسيح الموعود والإمام المهدي، ومن المؤكد أن المسيح قد مات ولن يأتي، المسيح ابن مريم المقصود. وبما أنكما من أصحاب الزوايا الصوفية أرجو أن تواجهوني في هذا المجال، سواء بالمناظرة خطيا أو بقوة باطنية أو الدعاء، لكي يظهر الحق ويزهق الباطل. فماذا كان؟ هذا المولوي شاه نظام الدين البريلوي جاء إلى حضرته معتذرا، يقول له: أنا عبد فقير لا يملك قوة لمواجهتك علميا ولا باطنيا ولا روحانيا. فهذا عمل المولويين والعلماء، وأنت أيضا صوفي ودرويش ومن أحفاد الإمام الأعظم، فأنا ظني فيك حسن، وسوف يحدث حتما ما يريده الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن تعفوني من هذه المناظرة. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أما المولوي الثاني فقد أحجم عن الرد كلية، إما لخوفه قد تكون ارتعدت فرائصه، وإما أنه متكبرا ولم يعر هذا الأمر أي أهمية. فهذا ما حصل بالفعل مع هذين الشيخين ومع رشيد أحمد الجنجوهي، فإلى الآن لم يتقدم أحد إلى مثل هذه المناظرة الخطية التي طلبها سيدنا أحمد عليه السلام. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء دكتور أيمن. إذن لم يقبل المولوي رشيد الجنجوهي المناظرة الخطية، ولم يتقدم غيره للنزال، فكان لابد من إتمام الحج على هؤلاء المشايخ. فتنازل حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام ودعا المولوي رشيد أحمد الجنجوهي للمناظرة الشفهية. فماذا حصل أستاذ نعيم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في هذا السؤال أريد أولا أن أقول أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كم كان حريصا على تبليغ رسالته، وكم كان حريصا على الاستجابة بالأمر الإلهي فاستع بما تؤمر، وكان يريد في كل حال أن يقيم الحجة على هؤلاء المشايخ الذين كانوا يسعون لتكفيره ومعارضته وإدلال الناس عن قبول دعوته. فكان يريد أن يتم الحجة ويظهر العجز من كل هؤلاء المشايخ، فتنازل عن رأيه. وقبل ذلك أود أن أقول أنه عندما تلقى الرد من المولوي البريلوي فأعجب به كثيرا، وقال: انظروا كم هذا الرجل متواضع، فالله تعالى هو يحب التواضع. فمدحه أنه امتنع عن النزال ولم يبدي المعارضة. أما المولوي التونسفي
فهو لم يعر الاهتمام لهذا الأمر فلم يرد على رسالته، فحضرته قد وصفه بأنه أبدى التكبر. أما المولوي رشيد أحمد الغنغوهي فكما سمعنا أنه كان اقتراح من حضرة الصحابي بير سراج الحق النعماني أن يخاطبه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ويدعوه للمناظرة الخطية، لكنه امتنع عن المناظرة الخطية واقترح أن يكون المناظرة الشفهية. فعندئذ حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إقامة للحجة عليه وعلى جميع المشايخ تنازل وقال إنني أستعد أن أناظرك مناظرة شفهية، لكن يجب أن تكون هذه المناظرة أن يكتب أحد الأشخاص هذه المناظرة، وبعد ذلك عندما تبدأ المناظرة يجب أن لا يتكلم خلال الخطاب أحد، وثالثا يجب أن ينشر الخطابان بعد المناظرة لكي يطلع عليها الآخرون، ورابعا هذه المناظرة ينبغي أن تكون في لاهور وليس في مكان آخر، وذلك لأن لاهور هو مدينة العلوم والفنون ومدينة العلماء والمثقفين، لذا يجب أن يكون المناظرة في لاهور. فأرسل بير سراج الحق النعماني هذه الرسالة إلى المولوي رشيد أحمد الغنغوهي بأمر من حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. فماذا قال المولوي الغنغوهي على هذه الرسالة؟ فقال إن الخطاب سيكون شفهيا ولن أسمح لأحد بكتابة خطابي كاملة أو فقرة منه. ثانيا كما سيكون من حق الحضور أن يتكلموا ما يحلو لهم لقناعاتهم ورفع الاعتراض، يعني أثناء الخطاب ممكن أن يتكلم واحد أو آخر ويثير الاعتراضات. وثالثا قال أنا لن أذهب إلى لاهور، فليأتي المرزا المحترم إلى سهارنپور وأنا أيضا سآتي إلى هناك. فعندئذ قال له حضرته عليه الصلاة والسلام إن عقد المناظرة في سهارنپور ليس مناسبا. لماذا؟ لأن أهل سهارنپور ليسوا لا يملكون كفاءة للبت في القضية الحساسة الدينية من مثل هذه الأمور، ولا يقدرون على تمييز الباطل عن الحق. أما لاهور فتعد دار العلوم ومخزن الثقافة والعلوم في العصر الراهن، ويوجد فيه سكان من بلد ومدينة مختلفة ومن كل دين وملة. فاذهب أنت إلى لاهور وأنا أيضا سآتي إلى لاهور. انظروا يعني إتماما للحجة قال حضرته عليه الصلاة والسلام أنني أتحمل جميع نفقات السفر والسكن هناك وأجرة البيت أيضا، لكن يجب أن يأتي إلى لاهور لتكون المناظرة في هذه الأجواء العلمية ولكي ينتفع عدد أكبر من الناس. فأرسل بير سراج الحق النعماني هذا الموضوع بتوقيع من حضرته إلى المولوي الغنغوهي، فكتب المولوي رشيد مرة أخرى ردا على هذه الرسالة أيضا لن أذهب إلى لاهور. لن أنظر يعني كم يتعنت وكم حضرته ميالا إلى أن يتبين الحق بأي طريقة ممكنة. لن أذهب إلى لاهور، إنما أستطيع المجيء إلى سهارنپور فقط، ولا أوافق على مناظرة خطية، كما لا أستطيع أن أسمح لأحد بكتابة خطابي الشفهي أيضا. فقال حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بعد قراءة هذه الرسالة يا صاحب زادة اكتب إليه أني سوف آتي إلى سهارنپور، يعني يتنازل عن كل شيء، آتي إلى سهارنپور فلتتبين فلتحدث المناظرة. فقال طلب منه أن يكتب إلى المولوي رشيد أن يقوم بترتيبات وتنظيم هذه المناظرة وأنا سوف أصل إلى هناك في الموعد، وينبغي أن يحضر هو أيضا في الموعد إلى سهارنپور، وعلى المولوي رشيد أن ينشر إعلان عن هذه المناظرة لكي يأتي من المدن والقرى المجاورة من يرغب في الاستماع إلى هذه المناظرة، والذين هم يحبون العلم من لاهور وغيره من المدن لكي يتمتعوا وينتفعوا من هذه المناظرة الرائعة العلمية.
أما موضوع الخط والشفه فسوف يبط فيه عند المناظرة ونتخذ القرار بحسب رأي الجمهور والحضور ونتمسك كلانا بذلك. باختصار يجب أن تناظرني، يعني وافق على كل شروطي، يجب أن تناظرني في كل حال، فإن أنظار الناس مشدودة إليك. ماذا كتب بعد كل هذا؟ كتب المولوي رشيد في الرد: إني لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية تنظيم المناظرة. فبعد ذلك لزم الصمت ولم يرد ولم يكتب شيء. فهكذا كل هؤلاء المشايخ هربوا، وهكذا تصدى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لكل هؤلاء المشايخ لكي يقيم عليهم الحجة. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. والآن إلى الاتصالات، أرجو من جميع المتصلين أن يوجزوا. شكرا بداية، لا حاجة للتحيات ولا حاجة لشكر أحد من الضيوف، مباشرة عندنا قائمة طويلة من المتصلين. رجاء رجاء بإيجاز وبشكل مباشر. الأحمديين، من يريد أن يتحدث عن أثر البيعة في نفسه في سلوكه فأرجو أن يتكلم بإيجاز. الدعوة مفتوحة لجميع المشاهدين، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إخوتي وأخواتي في كل مكان. الأستاذ محمد فالي، السلام عليكم، الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم، جزاكم الله أحسن الجزاء. في الحقيقة حتى لا أطيل، يعني بإذن الله تعالى أقول وبالله التوفيق، إن مثل الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو كمثل مطر نزل من السماء على بذور عانت من جفاف طويل، فهي اليوم تنبت اليوم بعد يوم في كل أنحاء العالم بفضل الله تعالى. ونحن في الجزائر بفضل الله تعالى أحسسنا بهذا الغيث النازل حين بايعنا بفضل الله الجماعة الإسلامية الأحمدية، حيث أحسسنا أن الحياة قد عادت إلينا، وأدركنا أن الحياة الحقيقية هي في العفة والطهارة وحسن الخلق طبعا بعد الإيمان بإله حي يتكلم كما كان يتكلم من قبل بفضل الله تعالى. وأعظم شيء أن تدرك أنك أنت العبد الضعيف تستطيع أن تنشئ علاقة مع الله سبحانه عز وجل طبعا بالاستقامة والدعاء بعدما يأس الآخرون من ذلك. إننا في الأحمدية الإسلام الصحيح نرى صفات الله أمام أعيننا تعمل يوما بعد يوم، فكما أخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم قومه من ظلمات الجهل وحب الدنيا، اليوم بفضل الله أخرجنا الإمام المهدي في جماعة المؤمنين في الجماعة الإسلامية الأحمدية من حب الدنيا وشهواتها إلى نور الله الذي عاد من جديد إلى الدنيا. وجدنا قلوبنا تعلقت بحب خليفتنا المفدى، أيده الله تعالى بنصره العزيز لوجه الله تعالى، والذي اليوم يعمل عمل الأنبياء، فنراسله ويراسلنا ويدعو لنا بحب وشوق. فوجدنا أنفسنا قد انطبق علينا الحديث فلزم الجماعة وإمامها، وعرفنا أن لزوم هذه الجماعة وإمامها هو جنة لنا تحمينا من الضياع في هذه الدنيا. الحمد لله، الحمد لله كثيرا على هذه النعمة. وحتى لا أطيل عليكم، جزاكم الله أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ حسين المصري من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. حياكم الله، جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائع. الحقيقة أريد أن أسلط الضوء على زاوية معينة من حيث المناظرات التي قام بها حضرة المسيح الموعود عليه السلام، وهي إشكالية عقلية يعاني منها العقل العربي والإسلامي تاريخيا. إن المشكلة تكمن في مفهوم المناظرة لدى العلماء والمشايخ، والتي عامة ودائما يقفزون عليها ويتجهون هروبا نحو إشكالياتها المعاصرة كما كانت في السابق. مفهوم المناظرة أخواني الأعزاء هي أحد من آيات الله تعالى يؤيد بها مرسله. لذلك في صوت عندك، مش في مشكلة في الاتصال أخ حسين، فأرجم الكنترول أن
يرتب الموضوع معك فاعذرنا. الأخت سماح علاوني، السلام عليكم. فلسطين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أثر البيعة بالنسبة لي هي رجوعي إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أنه قبل الأحمدية كنت أتعرض لفترة بعتبرها انقطعت في علاقتي مع رب العالمين، والحمد لله والشكر لله بفضل مبايعتي للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، رجعت علاقتي مع رب العالمين وشفت صفات ربنا وعايشت صفات ربنا وعرفت صفات ربنا أكثر في كل في في مواقف كثيرة من المراحل حياتي اللي حدثت معاي بعد بيعتي، والحمد لله والشكر لله. في إشي كمان كنت حابب أحكي إنه يعني أهم إشي التجربة، يعني الأحمدية هي بالفعل عيشتنا تجارب حقيقية، تجارب حقيقية في علاقتنا مع رب العالمين، لما ندعي ويستجب لنا ويعمل المعجزات، ونشوف كيف ربنا عن جد هو المدبر، هو خالق الأسباب، هو الملك في هذا في هاي الدنيا. نشوف هذا الشيء من التجارب اللي من التجربة اللي احنا عايشناها، من استجابة الدعاء، كيفية ربنا، كيف ان ربنا استجاب الدعاء، ايش يعني ندعي ربنا وننتظر كيف رح يستجيب لنا اياه. فمنشوف كيف ربنا قديش وسع وقديش واسع، قديش عظيم، قديش حي، قديش يستجيب الدعاء، الحمد لله والشكر لله. وفي الشغل الثاني اللي كنت حابب ان احكي فيها التجربة الحية في علاقتنا مع الخليفة، هذا الانسان العظيم الرائع، الانسان اللطيف، الانسان اللي بمجرد انك تشوفه بغيرك بيترك تأثير في جسدك في روحك، يعني الحمد لله والشكر لله. اخر انا شفت الخليفة الحمد لله والشكر لله مرتين، المرة الثانية كانت في ألمانيا، كانت تجربة عظيمة، شفت هذا الإنسان قديش هو لطيف وقديش هو متواضع، بقضي طول نهاره هو واقف يسلم على الآخرين مع أنه بكون تعبان، وبس بضحك بوجهك، بيعطيك الأمل، بيعطيك بيخفف عنك آلامك مع أنه هو بكون تعبان، سبحان الله. حتى أنه يعني أنا مجرد يعني كنت دائما أسمع أنه الأنبياء كان الناس تشفى بمجرد إنه يشوفوا يعني يشوفوا النبي أو يتحدثوا معه، وأنا هذا الشيء الحمد لله وشكر الله مريت فيه بمجرد ما إنه شفت الخليفة الحمد لله وشكر الله. كنت مريضة والحمد لله ربنا عالجني من مرض الحمد لله بفضل رب العالمين. هاي التجربة إنك تعيشها أنت، ما في أي كائن في الكون كلياته شو ما حكى شو ما أقنعك ما بيقدر يقنعك إنه هذا الإنسان مش صادق، إنه هذا الإنسان مش رب العالمين، لا مش من رب العالمين، لأنك أنت عشت هاي التجربة. فيعني إيش الحكي وإيش قيمة الحكي مقابل التجربة اللي أنت عشتها. وجزاكم الله ألف خير وبارك الله فيكم يا رب. جزاكم الله أحسن الجزاء. الأخ محمد من تركيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. حياكم الله جميعا، أحييكم بأطيب التحيات وأرقيها. أستاذ محمد، أنا محمد بهو من تركيا. بحب أقول أنه بس قبل البيعة وبعد البيعة، قبل البيعة، البيعة هي عبارة على أنك تحط أول قدم وأول تمشي أول خطوة في طريق الصحيح. البيعة هي شمس، البيعة هي نور. نحن نشكر الله ونحمده أن نحن الفئة اللي حدث عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفئة الناجية، هي الفرقة الناجية بإذن الله. نزولا عند رغبة الأستاذ، أنا لم أطيل عليكم، أردت فقط أن أقول هذه الكلمات وأحييكم وأحبكم في الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة عليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله أحسن الجزاء. الأخ أبو طاعة من إيران، إذا ذكرت الاسم صح. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الذي ألف بين قلوبنا بواسطة الأحمدية. الحمد لله الذي وفقنا على بيعة خليفته في الأرض، الخليفة الخامس للإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام. عليه السلام. حقيقة قبل الأحمدية كنت رافض الخلافة بالكلية، وما كنا نعرف حقيقة الخلافة على منهاج النبوة. كنت على مذهب الشيعة، يعني بعيد عن الخلافة، خلافة الراشدة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني في الحقيقة التغيير الذي حصل من بعد بيعة إمام الزماني هو بالواقع بايعة الخلفاء الراشدين وخليفة الله المهدي عليه السلام الحمد لله، وانهدم كليا بنيان واعتقادات والإيمان في بيعتي، وحسيت بالحرية، بالحرية الروحية والعقلية، وتخلصت من الخرافات والأوهام والمناسبات الخرافية الحمد لله. الآن أمنيتي أن أواجه خليفته لار قبل الموت، ادعو لي. آمين. قدر الله لك ذلك، وأنا بحاجة دعاك. قدر الله لك ذلك وثبتك على الحق، جزاكم الله أحسن الجزاء. أبو طاعة من إيران، وأهلا وسهلا، وسعدنا بهذا الاتصال. نرجع مشاهدينا الأكارم إلى موضوع الحلقة. إذن لم يتقدم أحد لهذا النزال، لهذه المناظرة، فماذا فعل حضرة ميرزا غلام أحمد الإمام المهدي والمسيح الموعود ليستحث المشايخ أكثر فأكثر على هذه المناظرة؟ دكتور أيمن. أظن الكلام للأستاذ فتحي، لأنه خضنا في هذا الموضوع. نعم. عمليا قبل أن يتبين من دوره، أود أن أقول أن ما قالت الأخت سماح عن علاقة المباشرة بالله تعالى، كيف بعد البيعة يحدث التغير في نفس الإنسان، فهذا ما كتب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، أن من أعظم مهامه وأهدافه أنه بعث ليحسن العلاقة المباشرة للإنسان بربه، فقال إنما حدث هذا الفتور بين علاقة المرء بربه، أنا بعثت لأجدد هذه العلاقة وأزيل هذا الفتور والضعف وأقوي هذه العلاقة، فنرى أن الإخوة بعد البيعة كيف يكتبون ويعيشون هذه التجارب الروحية العظيمة، كيف تنشأ لهم العلاقة بالله تعالى، يدعون فيجيب لهم ويطلبون ويعطون فيتقربون إلى الله تعالى ويتحسن أخلاقهم ويتقدمون في التقوى والعبادة وحقوق الله وحقوق العباد. كل هذه الأمور هي من أهداف الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نراه، وهذا ما يكتب المبايعون في رسائلهم بعد البيعة إلى أمير المؤمنين، وهي تنشر أيضا يستفيد بها الآخرون أيضا. ثانيا، ما قالت عن الخليفة الخامس أنه كيف كان يقوم لفترة طويلة ليسافها ويلقي السلام على الضيوف ويطمئن عليهم ويتجول كل هذه المكان الجلسة ليطمئن على ترتيبات الجلسة وكل هذه الأمور، فأنا تذكرت ما كتب أحد الإخوة أنه ذات يوم كان في مثل هذا التقريب أو برنامج مع أمير المؤمنين وكان قريبا منه وسأله: يا سيدي، كيف تنجز كل هذه الأعمال المتراكمة الكثيرة الكثيرة؟ يعني الإنسان لا يستطيع أن يتصور كيف ينجز الإنسان مثل هذه الأعمال الكثيرة. فقال: أنا لست ناعم البال مثلكم، أنا عامل بسيط. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. اسمع دقيقة. نعم. قال: أنا لم أخلق من حديد، إنما أنا بشر مثلكم، أتحمل لأن هذه مسؤوليتي.
فأود أن أقول إذا كان هو يتعب من أجلنا كم يجب علينا أن ندعو له أيضا. جزاكم الله أحسن الجزاء. كانت لهذه الأجواء من تقدم المسيح الموعود عليه السلام للمناظرة وإعلانه هذا الأمر أمام الناس، ثم من ناحية أخرى تقاعس المشايخ والمولويين على مناظرته عليه السلام. كان لهذا لهذه الأجواء، لهذا التحدي، تأثير روحاني على العديد من الأشخاص، مما أدى إلى قبولهم الحق وانضمامهم للجماعة. فكيف ظهر هذا أستاذ فتحي؟ طبعا كان لابد لعمل الله أن يثمر، لأن المسيح موعود عليه السلام هو عمل الله، و كتبه التي نشرها هي من إلهام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا بدأ مشروعا فإنه لا بد أن ينجح. الله لا يبدأ المشاريع لكي تفشل، ولا يرسل الرسل لكي يفشلوا، بل إن النفوس السعيدة قد أنزل الله الأمانة في جذرها وأعدها لكي تنصر رسله. يأتيك رجال نوحي إليهم من السماء، أنا أرسلهم إليك. لودهيانا كان فيها الغليان والحيرة، وارتفعت حرارة يعني الرغبة في يعني ماذا نصنع لهذا الرجل الذي يقول ناظروني خطيا بالقرآن وبحديث محمد عليه الصلاة والسلام على أن ابن مريم الأول قد مات، فإن القرآن معي وإن الحديث معي. وكثير من الصالحين ذكروا ذلك في تاريخ الإسلام. فجاء إلى لودهيانا، جاء من لاهور علماء، جاء من خشاب علماء، جاء من لاهور المولوي اسمه رحيم الله. المولوي رحيم الله جاء وبايع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فكر واقتنع، ومن قبل البراهين فيها البرهان الكامل على أن هذا هو ولي الله الصالح الذي لا يكذب. قبل أن يأتي رحيم الله من لاهور جاء من مدينة خشاب. على فكرة لاهور الآن في باكستان، وخشاب الآن أيضا في باكستان. فجاء يعني مولوي يعني عالم من علماء اسمه غلام نبي الخشابي. غلام نبي المولوي غلام نبي جاء لكي يلبي رغبة عند جمهور. الجمهور يرى العلماء محتسين يعني حائرين، فهذا العالم كان عنده حس بالعامة، هل العامة يريدون عالما يتكلم في إنصاف دعوة المسيح الموعود، أم العامة يريدون عالما يقول لا نحن ننتظر المسيح ابن مريم في السماء، وهذه الدعوة غير صحيحة، وهذه الدعوة كاذبة، والقرآن لا يؤيده. هو جاء فعزف على نغمة أن الناس وأن العامة يريدون أي أحد يكذب هذا الإنسان. لماذا؟ لأن البيعة ثقيلة، الناس يسمعون البيعة. إذا دخلنا مع هذا الإنسان وبايعنا قتلنا الأمارة، ولكن الناس يحبون الأمارة وعشاق النفس الأمارة. من أجل ذلك هم يريدون أحدا يعزف على نغمتهم. فجاء المولوي غلام نبي وأخذ يلقي المحاضرات ضد المسيح الموعود عليه السلام. ثم حدث شيء غريب إلهي رباني. لا، بدأ يخطب في الناس في لوديانا، بدأ يخطب وذاع صيته، وصار العلماء يحضرون محاضراته التي يعارض فيها المسيح الموعود عليه السلام. واشتهر العلماء نفسهم وصار له صيتا.
يصفقون نعم. له ويصفقون له هذا التصفيق وهذا الصيت النارات والمشايخ تحضر أمامه كأنهم يقولون للناس أيوة هو الكلام ده. حصل حاجة غريبة بقى في يوم في يوم من الأيام كان يلقي محاضرة وهذه المحاضرة كانت مؤثرة يعني أعجبت الناس الأسلوب الحماسي والخطابي العاطفي وكل مشايخ لوديانا موجودين في هذه المحاضرة يعقدون أعماله لأنه سوف يفهم المسيح الموعود يفهم نعم وإذا برب العرش يصنع شيئا غريبا. مكان المحاضرة كان قريب من بيت المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام محل إقامته في لوديانا في لوديانا. وبعد أن ألقى غلام نبي المولوي غلام نبي المحاضرة خرج من المكان فالمسيح الموعود خرج أيضا من المكان الذي كان فيه إلى مكان آخر إلى جناح آخر فالتقيا في الطريق فبدأ المسيح الموعود عليه السلام بدأ بالحسنى بدأ السلام عليكم ومد يده للمصافحة. المولوي غلام نبي صافحه وعندما صافحه ظهر شيء غريب سرت كهرباء غريبة بينه وبين مسيح الله الموعود عليه الصلاة والسلام وإذا به يذهب ويده في يد المسيح الموعود إلى البيت الذي ذهب إليه المسيح الموعود وجلس أمامه وسأله سؤال مؤدب بيقول له إيه؟ بيقول له ما هي الآية؟ كيف استنبطت أو عرفت مسألة وفاة المسيح؟ فإذا بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بكل بساطة أنت تسأل والمفتي يجيب جاء بالمصحف ووضع له ورقة عند سورة المائدة عند قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ووضع له ورقة أخرى عند سورة آل عمران يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وضع له العلامتين قال اتفضل. المولوي غلام نبي قرأ الآيتين فماذا قال؟ قال له هناك شبهة هنا يعني الكلام واضح ولكن هناك سؤال. ما هو السؤال؟ أن بعض الناس يثيرون أن فلما توفيتني بمعنى يوفيهم أجورهم ويوفيهم أجورهم يعني يوفيهم أجورهم كاملة وبالتالي إني متوفيك يعني كاملا وكاملا يعني روحا وجسدا فلما توفيتني يعني روحا وجسدا. طبعا معنى هذا أن سيدنا عيسى عمره أبدا ما تنفصل روحه عن جسده مطلقا مطلق لأنه أي وفاة بتاعت سيدنا عيسى بالذات على بعضه يبقى انتهى ده كأن الله كأنه الله لا تنفصل الروح عن جسده مطلقا أي متوفي كما في وكل الكون تنفصل الروح عن الجسد إلا ده. فطبعا كلام غريب. فإذا بقى بالمسيح الموعود عليه السلام بما وهبه الله من علم العربية قبل أن يهبه الصندوق الخارجي للشكل العربية قال له هذه الصيغة يوفيهم أجورهم من باب لغوي آخر من باب إيه؟ من باب التفعيل يوفي توفية تفعيل فعل مطوعة إنما فعل التوفي تفاعل يتوفى توفيا وليس توفية. قال له هذا من باب يعني في علم الصرف هذا من باب الوزن الصرفي. هنا غلام نبي سمع هذا الكلام فما الذي حدث؟ تفكر وتدبر وقال أنا مخطئ القرآن معك ما تقوله صحيح أنت المسيح الموعود ها
فالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول له طيب القرآن معي وأنت مع من؟ فأجهش بالبكاء وقال هذا المذنب معك. هذا الشيخ الذي كان قبل لحظات يخطب في الناس ويحرض ضد حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام، وفجأة يتحول بلحظات إلى مؤمن ويبكي. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا هو مثال العلماء صحيح. ما الذي حدث؟ الناس في الخارج تخيلوا لما وجدوا غلام المولى وغلام نبي إيده مع إيد المسيح الموعود ودخل معاه، تخيلوا إن هذا المحاضر العظيم الذي عمل محاضرة فخمة جدا دخل مع الراجل ده هيقنعه، لابد أنه سيقنعه بالتخلي عن دعواه وإعلان أن المسيح الموعود، وسوف يقنعه وسوف يتوب المرزا على يديه، والآن سوف يخرج المرزا غلام أحمد تائبا. فيقولون لبعض الآن يخرج المرزا تائبا، الآن يخرج المرزا تائبا. طال الوقت، أخذوا يطرقون الباب، ما الذي يحدث؟ فإذا بالمولوي غلام نبي يقول المسيح الموعود عليه السلام إن سيدنا محمد أمرنا أن احنا نسلم عليك، قال فإذا لقيتموه فاقرأوه، فاقرأوا عليه السلام مني، فاقرأوا مني عليه السلام. فسيدنا محمد في عالم اليقظة، في عالم يعني في عالم المادي قال لنا هذا الكلام وفي الكتب المادية، وأنت جئت وأنا بقول لك ما قاله رسول الله، توارثنا هذا الحديث وأنا بطبقه عليك. وأرسل إلى الخارج وقال أنا عرفت الحق وبيعت المسيح الموعود، ومن يريد أن يبيع فليأتي، وإني قد قرأت عليه السلام كما أمر محمد عليه الصلاة والسلام. فما الذي كان رد فعل الناس؟ رد فعل الناس غريب جدا. المفروض بقى الناس هذا العالم اللي ادى محاضرات واللي بيفهم ودخل متوقعه منه، فالمفروض انه يعتبر كانه حكم في الايه، في حكم في هذه المباراه، لانه هما مبسوطين منه والمسيح الموعود دخل معاه وهيتكلم، فالمفروض اللي هي يعني النتيجه هي حكم غلام نبي يبقى يعتبر حكم في الموضوع. لا، لما حكم وقال هذا الإنسان مسيح الله قال الجمهور في الشارع كلهم كافر كافر، وهذا يدل ان هم كانوا بيدوروا على واحد يكفر المسيح الموعود، مع انهم لا يبحثون عن الحق، عامة لا يعرفوا قرآن ولا حديث ولا يعرفوا لغة عربية، وهؤلاء العلماء كانوا يعرفوا عربي ويعرفوا قرآن وحديث، والعام اللي ما يعرفوش حاجة بيدوروا على عالم يكفر المسيح الموعود. ولما قال الراجل ده مسيح موعود وراجل مؤمن وراجل مسلم وإنسان صالح، العام الذين لا يعرفوا شيء قالوا كافر كافر. إذن العملية هي أن هؤلاء كانوا يريدون من يكفر، وبالتالي العلماء المكفراتية كانوا ماشيين وراء العامة. هي ده السر، سر الموضوع العجيب في القصة دي أنها فضحت الوضع النفساني للجماهير، وهو أن العلماء هم الذين يتبعون شهوات الجماهير. نعم، ويفكرون فيما جزاكم الله أحسن جزاء أستاذ فتحي. نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدين الأكارم كونوا معنا بانتظار اتصالاتكم واستفساراتكم، إما عبر الهاتف أو المشاركة الحية عبر موقعنا islamahmadiyya.net أو عبر صفحتنا على الفيسبوك الحوار المباشر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، كونوا معنا. الحوار المباشر، جرأة في الحق، صدق في العرض، محبة في الحوار، واحترام للرأي الآخر. بشرى لكم يا معشر الإخوان طول
لكم يا مجمع الخلان. ظهرت بروق عناية الحنان، وبدا الصراط لمن له العينان. الوقت يدعو مصلحا ومجددا، فارنوا بنظر طاهر وجنان. هذا زمان قد سمعتم ذكره، من خير خلق الله والقرآن. يا مكفري أهل السعادة والهدى، اليوم أنزلتم بدار هواني. قد جاء مهديكم وظهرت آية، فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. عندي شهادات، فهل من مؤمن نور يرداني؟ فهل من داني؟ أفترقبون كالظالمين جهالة؟ رجلا حريص السفك والإذخان، لستم بأهل للمعارف والهدى، فتلاعبوا بالدين كالصبيان. قد جئتكم مثل ابن مريم غربة، حق وربي يسمع ويراني. السيف أنفاسي ورمحي كلمتي، ما جئتكم كمحارب بسناني. ودعت أهوائي لحبي مهيمني، وتركت دنياكم بعطف عناني. لا تعجلوا وتفكروا وتدبروا، والعقل كل العقل في الإمعان.
قد قلت مرتجلا فجاءت هذه كالدر أو كسبيكة العقيان يا ربي باركها بوجه محمد ريق الكرام ونخبة الأعيان يا رب باركها بوجه محمد ريق الكرام ونخبة الأعيان. نعم، يا رب باركها بوجه محمد ريق الكرام ونخبة الأعيان. رأينا مدى التأثير القدسي للمسيح الموعود عليه السلام على ألد أعدائه. هذا التأثير القدسي الذي ناله من حبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم المفقود الآن عند علماء الأمة وفقهائها. الدين يجب أن يؤثر، المؤمن يجب أن يؤثر، أن ينعمه الله سبحانه وتعالى بالفراسة والقوة، التأثير قوة النور. هذه القوة الروحانية، هذا التأثير القدسي للمسيح الموعود عليه السلام أثر على ألد أعدائه، بحيث انقلب هذا الشيخ غلام نبي الذي استدعي لإلقاء الخطابات النارية ضد حضرته انقلب كليا من الناحية الروحانية بمجرد أنه لمس يده المباركة. فلأنه كان رجلا تقيا عالم في اللحظة أنه أخطأ في خطاباته ضد المسيح الموعود عليه السلام، وبايع المسيح الموعود عليه السلام بعد أن كان كما ذكرت يخطب في الناس ضده، وكل ذلك في لحظات وجيزة. فكيف كانت مظاهر تعلقه الروحاني بحضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام سيده وسيدنا المسيح الموعود والمهدي المعهود الخادم الصادق لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور أيمن. نعم، في الحقيقة هذه ما حدث مع هذا المولوي غلام نبي، يعني هذه حادثة فيها عبرة لأولي الألباب من ناحية أخرى أيضا. يعني نرى بأن هذا الإنسان قد تغير رأسا على عقب في لحظات، فقط لمجرد أنه مكث مع المسيح الموعود لبعض من الوقت يناقشه في موضوع وفاة وحياة سيدنا عيسى عليه السلام. وفي هذا عبرة للجميع، عبرة خاصة للمعارضين. هل قام هذا المولوي بالتعنت والإصرار بأنه لابد أن أبحث وأن أتعمق أكثر من ذلك وأن أقرأ الكتب وأن أعود وأقرأ كل المؤلفات والمجلدات التي يجب أن أقرأها من أجل هذه المسألة؟ هل طلب من حضرته وقال له اجتمع أنت والأحمديين وأرني، وادعوا الله وأرني آية، مثل ما يطلب به المعارضون في زمن جميع الأنبياء وفي هذا الوقت أيضا؟ هل قال له في مسألة وفاة المسيح وحياته أرجو أن تتوقف قليلا أنت تحدثني عن وفاة المسيح، ولكن هذه فكرة قالها السير سيد أحمد خان، أنت تسرقها من السير سيد أحمد خان؟ هؤلاء المشايخ كلهم كانوا قد عاصروا السير سيد أحمد خان وعرفوا ماذا يقوله، ولكنهم تعرفوا على الفارق الكبير بينما قاله ذاك في هذه المسألة، مسألة وفاة المسيح،
وماذا يقوله المسيح الموعود عليه السلام بالنسبة لهذه القضية؟ من منظومة متكاملة. نعم. التي تحل كل المشاكل. بالضبط. يعني الذي نفى، هناك من نفى صعود المسيح بجسده العنصري إلى السماء. نعم. لكن مع ذلك ألغى حديث النزول. يعني يعني هذا فارق فارق، يعني هنالك فرق كبير بين القضيتين. ذلك تحدث على وفاة المسيح بأدلة من الإنجيل وما شابه، ولكن هنا يأتي المسيح الموعود لكي يؤكد هذه النظرية. بناء على ماذا؟ بناء على الآيات القرآنية، بناء على 30 آية قرآنية تثبت هذه المسألة. وليس هذا فحسب، تلك نظرية تحدث عنها، ولكن المسيح الموعود يقول بأن هذا وفق الإلهام والوحي الذي أتلقاه من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفارق الكبير. لماذا؟ لأن الوحي الإلهي هو الأمر القطعي في القضية، لأنه هو الذي يوصل إلى الحقيقة المطلقة. بينما تلك عندما يتحدث عالم معين حسب اجتهاده تبقى تلك في مستوى النظرية، بينما هنا ترتقي إلى مستوى الحقيقة المطلقة التي لا غبار ولا شك فيها. ثم أكثر وأكبر من ذلك أن المسيح الموعود قد قضى على هذه النظرية التي تقول بحياة سيدنا عيسى عليه السلام بشكل عملي، ولم تعد القضية فقط قضية نظرية، وإنما جاء وقال المسيح الموعود الذي تنتظرونه أنا هو ذا. انتهت القضية، لأن المسألة أصبحت مسألة عملية في هذه القضية، ليست مجرد أفكار ونظريات. فقضى عليها بالأمر العملي، وقضى عليها بذلك ومعها أيضا على فكرة التثليث وعلى العقيدة النصرانية بشكل عملي وفعلي. وهذا هو الفرق الكبير في كل هذه القضية. هكذا يفتح الله سبحانه وتعالى قلوب أوليائه إلى الحق. مكث مع المسيح الموعود لبضع دقائق، لربما نصف ساعة، ساعة، وتعرف على الحق. لم يتعنت ولم يصر. هذا هو إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال إن كان قالها فقد صدق. هذا هو إيمان العجائز الذي تحدث عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دون تعنت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يشرح صدر الإنسان إلى الحق إذا كان يستحق الإيمان. أما الذي لا يستحق الإيمان يغلق قلبه حتى لو كان مؤمنا في البداية، ثم يقذفه من جماعة المؤمنين. لماذا؟ لأن القلوب بيد الله يقلبها حيث يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهكذا آمن هذا المولوي بعد أن كان من أكثر المعاندين والمعارضين لسيدنا أحمد عليه السلام. تأثر به من الناحية القدسية، تأثر بقوته الروحانية، بقوته القدسية، لدرجة أنه أصبح يؤثره على نفسه وعلى كل شيء دنيوي. فمن مظاهر تعلقه بسيدنا أحمد عليه السلام أنه لم يعد يرد أن يعود إلى حياته الطبيعية، أن يعود إلى عمله، أن يعود إلى بلده، وأراد أن يبقى مع المسيح الموعود. إلا وقال ذلك للمسيح الموعود أيضا، إلا أن المسيح الموعود عليه السلام قد نهاه من ذلك وقال له ليس يعني من الحكمة أن يترك الإنسان عمله، لأن هذا يعد نكران وجحود لنعمة الله عز وجل. أما إذا الله سبحانه وتعالى هيأ الظروف وأبعد العمل عن الإنسان، أو أبعد الشخص عن عمله لظرف معين، فهذا أمر آخر. فلأجل ذلك عليك أن تستعد وتعود إلى عملك. فماذا كان من هذا الشخص؟ قام واستعد لكي يعود إلى بلده وإلى عمله، وذهب إلى محطة القطار كارها. فقال سيدنا أحمد عليه السلام انظروا إلى هذا الشخص، تتجلى فيه يعني حب الدين وإيثاره الدين على الدنيا، مثلما تقتضي منا البيعة، البيعة، بيعة الإمام الزمان والمسيح الموعود عليه السلام. فذهب هذا الشخص إلى محطة القطار، ولكن لحسن حظه القطار قد فاته وسبقه. فاقترح عليه بعض الأشخاص أن يبقى في محطة القطار
لكي ينتظر القطار الذي سوف يأتي بعده، إلا أنه أبى ذلك وقال من الأفضل لي أن أقضي سويعات قليلة أخرى بصحبة المسيح الموعود عليه السلام. فعاد مرة أخرى مبتسما وفرحا أن القطار قد فاته، وقال وقص هذه القضية على سيدنا أحمد عليه السلام، فقال حضرته: لا شك أن هذا من حكمة الله عز وجل، لأنه مطلع على قلوب عباده ويعرف ما يجول فيها، فلا بد أن في ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى. فقال له يعني في هذه اللحظات جاءته رسالة أخرى تقول أنه إذا تريد أن لا تعود إلى العمل عليك أن تطلب، تبعث رسالة تطلب فيها إجازة. وهذا الشخص الذي بعث له هذه الرسالة قال له: أنا سوف أسعى من أجل أن يقبل طلبك، أن يقبل طلبك هذا. وهذا ما حدث، بعث هذه الرسالة فجاء الجواب بأن الإجازة قد وفق عليها، وبهذه الصورة تسنى لهذا الشخص أن يمكث بصحبة سيدنا أحمد عليه السلام لأيام إضافية أخرى. وبهذه الصورة يعني يتجلى كيفية إيثاره الدين على الدنيا. وليس هذا فحسب، هذا ما يتحقق فيه أيضا شروط البيعة، في أن الإنسان عندما يبايع المسيح الموعود يجب أن تصبح علاقته بالمسيح الموعود وبهذه الجماعة يعني، وهذه العلاقة يجب أن تكون أعز عليه من أي علائق دنيوية أخرى. وهذا ما تقتضيه البيعة من كل من يقدم على هذه البيعة ويلتحق بجماعة المؤمنين ويبايع المسيح الموعود وإمام الزمان. فهكذا تجلت في هذا الشخص منذ البدايات، منذ أن بايع حضرته بدأ يرى الآيات على هذه البيعة وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحقق له أمانيه في أن يبقى بصحبة المسيح الموعود ويؤثر هذه الصحبة على كل ما سواها. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. هذا الدرس هو التجربة، التجربة تفتح باب الأعاجيب، وليس مجرد حشو معلومات. هذا يعني كالحمار يحمل أسفارة، القضية تجربة، التجربة تفتح باب الأعاجيب. عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى أرسل بعث الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، علينا أن نتفكر ونتدبر وندعو الله سبحانه وتعالى، لأن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى، قرب الله سبحانه وتعالى، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تكون من خلال هذا الشخص الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليحيي الدين ويقيم الشريعة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمجرد الطقوس، مجرد العادات لا يريدها الله سبحانه وتعالى. وهذا ما قال الله سبحانه وتعالى للعرب في الجاهلية: الذين كانوا يؤمنون به وكانوا يتعبدون وكانوا يعتمرون، قال لهم: لا تصلون إلي بهذه الأساليب، بل استجيبوا لله وللرسول، أي لمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما يحييكم. فعندما استجابوا لرسول الله أحياهم الله سبحانه وتعالى. وإذا أردتم أن يحييكم الله سبحانه وتعالى إخوتي وأخواتي، عليكم أن تستجيبوا لمبعوث السماء، وهو حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام، الذي بشر الله سبحانه وتعالى بقدومه في سورة الجمعة وشرحها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما وضع يده الشريفة على كتف سلمان وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء. فهلموا وفكروا وتعالوا إلى محيي الدين، محيي الأمة، فلا مجال ولا باب للخلاص من هذا الوضع إلا من خلاله. فعليكم أن تتواضعوا أمام الله سبحانه وتعالى، تسألوا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فتح لكم هذا الباب: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليس بالتعنّد ولا بالكبرياء ولا بالشتائم كما يصل، علينا أن نرتفع
إلى مكارم الأخلاق التي من أجلها جاء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا الأخ مزمل من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى عبده المسيح الموعود. الأخ محمد شريف، حقيقة أنا متابع الغرام من فترة، كنت أدلي في غير في الغرام، يعني فجأة كده يعني انصرف إلى أبني القناة الإسلامية الأحمدية مدينة فيه. وأول صورة ظهرت لي كانت صورة الخليفة الخامس الإمام المهدي والخليفة الخامس، وكانت يعني أصبحت متابع للقناة باستمرار. بس الآن أنا مضايع زي 7 شهور ومتابع للقناة طوال باستمرار، وخذت الجمعة أصبحت الحمد لله يعني البيعة أثرت يعني جديدة. أنا أصبحت يعني اتصار كده أصبحت يعني كل شيء أصبحت لي سهل. حقيقة أشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وجزاكم الله أحسن الجزاء، وثبتك الله على الحق وثبتنا وإياك، فعليك أن تبلغ هذه الدعوة في أهل السودان. بارك الله لك وبارك فيهم. الأخ مصطفى بن مرزوق من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد إخواني، الحمد لله الذي جعلني ربي من هذه الجماعة المباركة، ووفقني الله سبحانه وتعالى للإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام. نعم، لقد غيرت في الأحمدية الكثير الكثير ثم الكثير. لأول مرة أصلي وأعلم ما وأعرف ما معنى الصلاة. كنت دائما أشرد في صلاتي، واليوم الحمد لله رب العالمين أصبحت أصلي لله سبحانه وتعالى. أصبحت خلوقا، أصبحت أعطف على الجميع، وأصبحت أسامح الجميع. الحمد لله اليوم أصبحت أعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول المهدى رحمة للعالمين. أحسست بالرأفة والرحمة للناس، أصبحت أشفق على الناس جميعا، كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا، أصبحت أقدر الإنسان. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. استفدت الكثير، أصبحت أقرأ القرآن. لأول مرة أصبحت أقرأ القرآن وأعلم ما أقرأ في القرآن. أصبحت أعلم المعاني الكثيرة، ما معنى الحياة وما معنى الممات في القرآن. كنت أعتقد ككافة المسلمين أن عيسى عليه السلام سيبعث وهو في السماء وسينزل. أما الآن اطمأننت وعلمت بأن الإحياء والنزول ما هو إلا مجاز. علمت بأن خير من أحيى الأموات هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله أحسن الجزاء، بارك الله فيك. الأخ نمر عجو من فلسطين، السلام عليكم، بإيجاز من فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أميرنا كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل أخ نمر مباشرة، نمر قبل البيعة ونمر بعد البيعة. أميرنا بدي أحكي لك عن نمر
نمر الشرير قبل البيعة ونمر الشرير بعد البيعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، تفضل. أنا كنت لا صلاة لا صوم لا عبادي. ألو. خفض صوت التلفزيون عندك، اسمعنا من خلال السماعة. التلفزيون نهائي اطفيه أو ابعد عنه. أنا بدي أحكي لك عن نمر الشرير قبل البيعة. تفضل. كنت لا صلاة لا عبادي، ما كانش داخل مخي كل هالشغلات المشايخ اللي بيقوموا فيها. ألو. سامعك، تفضل. في التلفزيون. وما كانش داخل رأسي كل حكي المشايخ، ما كنتش مآمن في حكي المشايخ. عرفت؟ كنت سؤالات كثيرة دائما في رأسي عن نزول عيسى، عيسى حين يرزق السماء، حد الرد على البرتد عن الإسلام، شغلات كثيرة ما كانتش داخل مخي، لحد ما التقيت بنور أبو عرقوب، وكانت قبل الجلسة السنوية بأسبوعين يمكن تقريبا. نور حكى لي رؤوس أقلام عن الجماعة، كيف تفكير الجماعة، كيف عن الإمام المهدي عليه السلام ظهوره في الهند. والناس كثير قالوا لي إنك ما يعني ما تتبع هذه الجماعة، إنهم متبعين مسيح نبي جديد خارجين عن الإسلام، شغلات كثيرة. بس لما أجيت على الجلسة، على الجلسة السنوية، شفت الجماعة، شفت أميرنا طبعا، اتغيرت وجهة نظري للإسلام كليا، وبلشت الحمد لله رب العالمين بايعت الإمام المهدي عليه السلام، وبلشت الأمور تتحسن. صار كل ما طلعت عند الطاعة كل ما نزل عند المعاصي، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. ونشكر الله على الجماعة الإسلامية الأحمدية، وشكرا لك يا أميرنا. بارك الله فيك. محمد الشيخ من مصر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل محمد. تفضل تفضل مباشرة. حبيبي محمد، حبيبي حبيبي، نحمد ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. بعد التحية لكل الموجودين، الفرق ما بين بعد البيع وقبل البيع ان هو كمالة بعد البيع، كمالة بجد بعد اللي شفته، بعد اللي قريته. ما قلنا لك اللي انا التمسنا نور جديد، احياء لدين جديد، معنى الاسلام الحقيقي، حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عرفنا عليه المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ الاخ ابو احمد من تركيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ محمد شريف، مرحبا بأخوة الكرام. تفضل تفضل مباشرة. إن شاء الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستاذ محمد، رب العالمين سبحانه وتعالى قبل البيع أكرمني بالحج مرتين، كنت بزيارة الحج مرتين، ولكن لم أجد فيهما أي روحانية. وبعد البيعة بفضل الله سبحانه وتعالى وتعرف على الجماعة الإسلامية الأحمدية بفضل الله سبحانه وتعالى، رب العالمين أدخل في قلبي سرور الإيمان والروحانية الإيمان بالمدن والمسيح الموعود عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، وبمتابعتي لخط أمير المؤمنين الخليفة مسرور أحمد نصره الله ويده بروح القدس، وبفضله سبحانه وتعالى أصبحت ملتزما بديني وبالصلاة والعبادة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، بارك. الحمد لله. طبعا هذا ما دافع في الإخوان مع الأخوة الأحمدية من المبشرين الجلوس معهم،
وقراءة الكتب الأحمدية لكتاب إبراهيم الأحمدي ذا أحمد كله بفضل الله سبحانه وتعالى، أصبحت عائدتي كلها أحمدية بفضل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك وجزاكم الله أحسن الجزاء. الأخ جهاد جبري من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بارك الله فيكم. أنا بختصر قصتي مع الأحمدية في كلمتين قبل الأحمدية وكلمتين بعد الأحمدية. قبل الأحمدية عندما كان عمري 14 سنة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يبتسم ويناديني فلحقت به ويؤشر لي بيده فلحقت به. بعد الأحمدية رأيت منام أن شخصين أتوا وأزالوا شيء أسود من داخلي، ومن فضل الله سبحانه وتعالى لم أعرف الكره من ذلك اليوم من عام 1994، واكتشفت أن الأحمدية هي الحب للجميع ولا كراهية لأحد، واكتشفت أن المسيح الموعود عليه السلام هو نفسه محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأيته في المنام. الأحمدية جعلت من شخص يفعل كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من مفاسد على وجه الأرض ليتحول بعد ذلك إلى صلاته وصيامه رغم أخطائنا، ولكن الحمد لله منذ ذلك الوقت وحافظ على صلاتي وصومي وحجيت الحمد لله واعتمرت حوالي 10 مرات بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكفي أن أحب الجميع ولا أكره أحد. وجزاكم الله أخ محمد شريف. جزاكم الله أحسن الجزاء، بارك الله لكم. هل تقدم أحد للمناظرة الخطية في نهاية الأمر؟ الرجل جاء ويدعو الناس، يدعو المشايخ، يدعو القسس، تعالوا استجيبوا لدعوة الله، لنداء الله، الله أرسل لكم مسيح الزمان، الله سبحانه وتعالى أرسل لكم مهديكم الذي تنتظرونه ليرفع عنكم هذه الغمة. هل تقدم أحد للمناظرة الخطية في نهاية الأمر؟ وهل هناك من بايع في هذه الأجواء حيث الصراخ وحيث الهيجان في القرى والمدن والناس تتحدث حتى صيته وصل إلى الخافقين؟ تفضل أستاذ نعيم. بارك الله فيك. إلى الآن قد رأينا أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام رغم دعواته المتكررة للنقاش والحوار والمناظرة لم يتقدم أي من المشايخ لمناظرته، لكننا نرى أن الشيخ اللدود محمد حسين البطالبي الذي كان مغترا بعلمه وكان يناقش سيدنا الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه أيضا سيدنا نور الدين، وكان يراسل سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام أيضا، من أول يوم كان قد عقد العزم على أنه سوف يغلب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ويهزمه بهد زعمه. فهو بعد أن عرف هذه الدعوات للمناظرة وصل إلى مدينة شملة، وهناك أعلن أن على المرضى أن يناقشني ويناظرني، فأنا موجود هنا. وكان حضرته عليه الصلاة والسلام جاهزا سلفا، فما الذي كان يريد أكثر من هذا أن أحدا على الأقل استعد لمناظرته. لكن قبل أن يحدث المناظرة جاء المولوي رحيم الله اللاهوري والمولوي نظام الدين إلى حضرته عليه الصلاة والسلام وقال له أننا نقترح عليك ألا تناظر هذا الرجل الشيخ العنيد وهو سليط اللسان وبذيء الكلام، فنرجو ألا تناظر هذا. لكن حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي كان يريد أن يقيم الحجة بأي طريقة ممكنة قال فلتحدث المناظرة وسنرى ماذا يفعل، وسوف يفضح هذا الشيخ في علمه وسيرى ما الذي يقال له المناظرة فسوف أناظره. لكن هؤلاء المشايخ أحدهم المولوي رحيم الله على الأغلب سأل حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام حول أي موضوع سوف يكون المناظرة وما هو محور هذه المناظرة، فقال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من الطبيعي أن موضوع المناظرة هو وفاة المسيح وحياته، وهذا هو الأمور من الأمر المهم الذي أركز عليه. فقال له إننا
نرى أن المولوي محمد حسين لن يخوض في هذا الموضوع، فإنما هو يريد أن يناظر حول نزول المسيح. فقد سمعنا قبل هذا أيضا أن حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد يقول إنني لا خلاف لي معكم حول مسألة نزول المسيح، فالنزول وارد وسوف ينزل المسيح لابد منه، فإنني أؤمن بنزول المسيح، وإلا إذا لم أكن أؤمن بنزول المسيح كيف كان لي أن أؤمن أن وأعلن أعلن أنني أنا ذلك المسيح الموعود؟ فلا خلاف في نزول المسيح، فإنما الخلاف حول وفاة المسيح وحياته، وهذا هو محور المناظرة. فالمعروف أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام جاء وآتى السلاح الماضي للمسلمين لهزيمة القصص الذين كانوا يهاجمون المسلمين ويتحدونهم ويثبتون أن الإسلام دين ضعيف وأن رسول الإسلام ميت وأن رسول المسيحية هو حي كما يعتقد بذلك المسلمون أيضا، فهناك نبوءات أنه سوف يبعث مرة أخرى. لكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام جاء وقال إن العمود الفقري للمسيحية هو حياة المسيح، فأثبتوا أن المسيح قد مات فلن تروا أي كسيس يتقدم يبقى أمامكم. فهذا ما حصل، هؤلاء الكسابسة الذين كانوا يتحدون المسلمين قد هربوا كلهم، فالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أثبت أن إلههم قد مات وأن الإسلام هو حي، وتحداهم وناظرهم وقابلهم ودعاهم إلى أن يبارزوه ويواجهوه، لكن لم يقبل أحدهم. فأما هذا المولوي محمد حسين فهذا كان رأيه ورغبته في أن ينازل حول نزول المسيح، لكن أثناء ذلك قبل أن يتحقق المناظرة ويحدث المناظرة حدث قصة عجيبة وهي ممتعة، وقد سردنا هذا أكثر من مرة في هذا الحوار أيضا، لكن هو كلما يسرد يزيد الإيمان ويجدد الإيمان، وهو قصة كيف أن الله تعالى هو يهدي. قد سمعنا قبل هذا قصة المولوي غلام نبي كيف أن الله تعالى يهدي من يشاء، فالصالحون والمتقون الذين يخشون الله تعالى هم يهتدون، لكن الذين هم يتعنتون والذين في قلوبهم كبر فهم يمتنعون عن الهدى. فأقصد القصة للمولوي غلام نظام الدين المحترم، وهو كان رجل بسيط، فعندما علم أن المولوي محمد حسين سوف يناظر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام جاء إليه فقال له للمولوي محمد حسين على أي موضوع سوف تناظر؟ فهل هناك آيات في تثبت صدق حياة المسيح الناصري عليه السلام؟ فقال له المولوي محمد حسين نعم هناك 20 آية تثبت حياة المسيح الناصري. عندما سمع هذا المولوي نظام الدين ذهب مسرعا إلى سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وقال له أنت تعلن وتدعي أن المسيح قد مات، فهل عندك إثبات؟ هل تستطيع أن تثبت ذلك؟ ما هي براهينك وما هي أدلتك؟ فقال له المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عندي القرآن، فهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت وفاة المسيح. فقال له المولوي نظام الدين إذا قدمت لك الآيات التي تثبت أن المسيح هو حي فهل سوف تقبل ذلك؟ فقال له المسيح الموعود عليه السلام نعم سوف أقبل وأتخلى عن دعواي. فقال له المولوي نظام الدين سوف أعطيك 20 آية. فقال له المسيح الموعود عليه السلام أنا لا أريد 20 آية، آية واحدة فقط. عندها قال له على الأقل سوف أقدم لك بضع آيات تثبت حياة المسيح. فمع ذلك قال المسيح الموعود عليه السلام أنا لا أريد غير آية واحدة. فأجاء فرحا مستبشرا إلى المولوي محمد حسين وشيعته في مجلسه فقال له بشرى لكم قد هزمت اليوم ميرزا وقد استسترت منه الإقرار
أنني إذا قدمت له الآيات تثبت حياة المسيح فسوف يتخلى عن دعوته. فأرجوك أن تخرج لي هذه الآيات التي وعدتني بها لكي أذهب بها إلى الميرزا وأقدم له. عندئذ ورد في الرواية أن المولوي ألقى أمامته وقال: أنت نكست رأسي، لا يوجد في القرآن الكريم هذه الآيات. طب إذن لماذا تكذب وتقول يوجد؟ أيوة. فقال له: أنت لماذا أنت قبل هذا وعدتني؟ بأي وجه سوف الآن أقابل ميرزا فأقول له لا توجد الآية؟ فقال له: لماذا أنت لم تجره إلى الأحاديث؟ لماذا لم تقول لميرزا أننا سوف نثبت حياة المسيح من الأحاديث؟ فلا يوجد في القرآن الكريم آيات حياة المسيح، فلو كانت لقدمناها من زمان. عندئذ جاء حضرة مولوي نظام الدين إلى حضرة المسيح الموعود الإسلام، وناكسا متعتيا رأسه بأدب واحترام جلس في مجلسه. فعندما رآه حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام سأله: نعم، هل جئت بهذه الآيات التي وعدتني بها؟ فقال له بكل أسف شديد: هو لم يقدم لي هذه الآيات، فلا توجد بحسب قولي أي آية تثبت حياة المسيح. فعندئذ سأله حضرته عليه الصلاة والسلام: إذن ما رأيك أنت؟ فقال: إنني أتوب عن كل ما قلت قبل هذا، فأندم وأقول إنني مع من معه القرآن الكريم، فبايعها. فهكذا نرى أن الذين هم طيبو القلوب والذين في قلوبهم سعادة ويخشون الله تعالى ويريدون إحقاق الحق، الله تعالى يهديهم. نعم، إذن في النهاية تقدم المولوي محمد حسين البطالوي الذي حرض لتكفير حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام، تقدم للمناظرة الخطية. كيف وأين جرت هذه المناظرة وماذا حدث فيها؟ أستاذ فتحي حدثنا، حصل إيه؟ بدأت المناظرة في بيت مسيح الموعود، البيت الذي كان يقيم فيه المسيح الموعود عليه السلام في لودهيانا. وبعد بضعة أيام قال له محمد حسين البطالوي: نحن نأتي إلى بيتك، فلماذا لا تأتي إلى بيتنا؟ فالمسيح الموعود عليه السلام وافق على أن تكون بقية بعض أيام المناظرة في بيت الذي كان يقيم فيه البطالوي، وهو بيت أحد الزعماء الكبار في لودهيانا، وهو اسمه محمد حسن، المولوي محمد حسن، وده حاكم شرفي وزعيم، يعني كان هو حتى اسمه من ضمن المطالبين هو يكون يناظر المسيح الموعود عليه السلام. أحد الكرام المنشي ميران بخش قدم السيارة لمسيح الموعود لكي ينتقل بها إلى بيت البطالوي أثناء الفترة اللي كان بيقابله هناك. ومسيح الموعود عليه السلام قال له: سوف أذهب مشيا. وفي خلال هذه رحلة المشي هذه كان الهندوس يحتشدون على الطريق لكي يشاهدوا المسيح الموعود عليه السلام، لأن أمر المناظرة أنه شاع أنه يناظر البطالوي. فكان الهندوس يرون وجه المسيح الموعود، وجه منير، وجه مشرق، وجه مفرح. فالهندوس يقولون، طبعا الهندوس لا يعرفون قضية نزول المسيح ولا قضية الأحاديث ولا البخاري ولا مسلم، هم يعرفون أن هذا الرجل يدافع عن الإسلام والمسلمون يعاندون، هذا هو كل معلومات الهندوس. فكان الهندوس يقولون في الطريق: هذا الإنسان ذو الوجه المنير، المسلمون لماذا يعادون؟ شوفوا الناس العادية اللي من أهل دين آخر بيستغربوا على حبيبكم ونصيركم والمدافع عنكم، مالكم ماله؟ المسيح الموعود عليه السلام عندما بدأت المناظرات البخاري في يده، لأنه البطالوي عندما جاء لكي يسأل والمسيح الموعود يجيب،
أو المسيح الموعود يسأله ويجيب. هو بدأ بالسؤال عن هل تأخذ بالأحاديث؟ هكذا عبارة عائمة، عبارة مشوشة، عبارة ملغمة، يريد بها أشياء في نفسه، وهو أنه القرآن بعد عنه، وهو أنه أنا هاخد الأحاديث النبوية بشكل سطحي، وأنت هنسمي الشكل السطحي الأخذ بالأحاديث. ويقصد من ذلك إيه؟ ويقصد من ذلك في حد دعور طلع ماشي في البلاد، يبقى ما فيش دجال، يبقى إذا ما فيش مسيح. طيب هل فيه ملكين؟ هل انت نازل بدمشق بالمعنى الحرفي؟ يعني هو يقصد ايه؟ انت تأخذ بالاحاديث يعني بشكل حرفي، وإلا فالمسيح الموعود عليه السلام يأخذ بالبخاري ومسلم، ولم يذكر تضعيفا لشيء فيهما في مؤلفاته حتى هذه اللحظة. فهنا العبارة ملغمة عشان الجمهور. ما الذي حدث؟ كان السؤال يلقى، المسيح الموعود يمسك البخاري في يده، صار هو موضوع السؤال الآن، لأن البصاروي هرب من القرآن، والكتاب يكتبون، المسيح الموعود يكتب، وهناك بير سراج الحق ينسخ النسخة النهائية، ثم يقرأ الجواب النهائي بعد نسخه مجمعا، لأن المسيح الموعود بيكتب ممكن ورقة 2 3 4، بير سراج الحق يكمل وثم يقرأ الجواب، ويبدأ السؤال التالي. فالسؤال التالي قد يكون طويل فيقرأ أيضا ثم يقرأ الجواب، وهكذا. المسألة دي خدت حوالي 10-12 يوم. شيء مهم جدا في هذه المناظرة، هو المفروض في أول يوم نكتب ونقرأ ما كتب ونروح خلاص، والشرط في المناظرة أن لا محدش يخطب، محدش يلقي خطب شفوية، إنما أسئلة وأجوبة مكتوبة. وإذا بالمفاجأة بعد الكتابة وقرأة الكتابة، إذا بالبطالوي يأخذ في إلقاء خطبة. دقيقتين بدك تخلص يا استاذ فتحي. خطبه عن ايه؟ انه يعني انه بيتهم يعني المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام، انه كانه يعني ايه بيرفض يعني الحديث. بيقول في ايه؟ بيقول ان معتقد المرزا بان القران الكريم مقدم على الحديث، هذا المعتقد ليس صحيحا، والحديث مقدم على القران، لان الحديث يفصل المسائل الوارده في القران الكريم، فهو الحكم. يعني الحديث هو الحكم على القرآن، يعني الحديث هو القاضي على القرآن. فإذا المسيح الموعود عليه السلام قال له أن لقد تقرر أن لا يلقي أحد خطاب شفوي أو خطب شفوية، فبدأ قال من حقي أيضا أن أرد عليك، وقال إن معتقد المولوي المحترم بأن الحديث مقدم على القرآن، هذا المعتقد لا يصح مطلقا، فالقرآن الكريم وحي متلو، والقرآن المجيد كله جمع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بينما لم يحدث لجمع الحديث نظام كنظام جمع القرآن الكريم، ولم يكن الحديث أيضا قد دون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالدرجة التي يحوزها القرآن الكريم لا يحوزها الحديث، لأن الحديث وصلت عبر الرواة، أما القرآن فوصل إلينا عبر يد الله سبحانه وتعالى وحفظه بذاته سبحانه وتعالى. وهنا مجد، أنت تكلم مؤلف البراهين، مؤلف البراهين في إثبات أحقية القرآن وعظمة القرآن، فهنا كان بيانا لروعة وجمال وحمد محامد القرآن الكريم. فإذا بأصدقاء اللي جايين مع حسين البطالوي يسمعوا وهم أنصاره، يصفقوا للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كما صفق له أنصاره، فحتى المسيح البطالوي شخط فيهم،
قال لهم أجئتم لكي تستمعوا أم تصفقوا؟ فهذا يدل على لا لا الكبرياء عمل قلب للبطالوي الذي مدح البراهين الأحمدية وقرض البراهين الأحمدية ويعني أشاع يعني مدح الذي لا يمسه إلى المطهرون، مسح مدح المطهرين يعني هو الذي جاء ليثبت حقية القرآن الكريم، والآن بسبب العناد و يعني الكبرياء والكفر عناد. الحديث مقدم على القرآن، الحديث مقدم على القرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل هذه القضية مشاهدينا الكرام، مهمة جدا، هي الآن يبدأ التأصيل، كيف أسس المسيح الموعود عليه السلام التأصيل للبحث، وكيف ننظر إلى الحديث، كيف ننظر إلى القرآن، إلى كل هذه الأمور، كيف وضع قواعد لم يضعها أحد من قبله. هذه أمور مهمة غاية في الأهمية، إن شاء الله غدا سوف نتناولها، ونتناول أيضا المناظرات الكبيرة والخطورة التي حصلت فيما بعد أيضا في أمرتسار. سوف ترون هناك خارطة والطرق التي سارها المسيح الموعود عليه السلام، مناظرة دلهي، كيف احتشد حشود كبيرة ضخمة في الجامع المسجد في دلهي، وكانت هناك مؤامرة لقتله، كيف الله سبحانه وتعالى نجاه، ماذا حصل في هذه الأحداث، ماذا حصل في دلهي، كيف هجم البيت أيضا في أمرتسر. هناك أحداث مهمة جدا، لابد أن نتابع أحداث الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعرف على هذه السيرة العطرة، هذه السيرة المطهرة لهذا لرجل الله الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إماما مهديا ومسيحا موعودا. الرجاء من جميع الإخوة والأخوات أن ينشروا إعلان الحوار المباشر في كل مكان على أوسع نطاق، لنستمع ونتعرف على هذه الشخصية العظيمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان لإحياء الأمة، لإقامة الدين وإحياء الشريعة. بارك الله لكم وجزاكم الله أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار المباشر، جرأة في الحق، صدق في العرض، محبة في الحوار، واحترام للرأي الآخر.